اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقها عذاب القبر وقها عذاب اليوم القيامة واحشرها مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب. اللهم ارحم حالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلها في الجنة ونجيها من النار. وادخلها في الجنة ونجيها من النار. رب كائنات سوئني خطه کرما سائنی کوتہی کرما رب كائنات یہ مجلس سے ان کے مصحف خود پر رب العزت آیت مز آسن واریا ریش سفید کے نیک لخ کے رب العزت شمیمہ بیگم والدہ محترمہ امتیاز احمد خانڈے سے ڈاکٹر آصف احمد خانڈے سے باقی برادر رب العزت امسیا خدمت کرنس نوجوان اور سٹھا نیک طبیعت مسترات رب العزت امس کر ذمہ رب العزت چون ٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قبر یا جنت کے باغوں مز باغ یا جہنم کے گھروں مز گھر رب کا یہ ناطا ام سند خاطر بنائی زن یہ قبر جنت کے باغوں مز اخبار رب العزت ام خطا آسنس تو توئی آسنس لفظس آسنس تم کر جس درگزر رب کا یہ ناطا قبر چھ آخرت کے منزلوں مز گود یہ منزل رب العزت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات یہ آسان گس گود یہ منزل تمام منزل چھ آخرت چھ آسان گسان رب کائنات ام سنز گڈنچ منزل کر جس آسان ام علاوہ ایتا تی آخرت منزل چھ ساری کر جس سہل تا آسان رب کائنات عرش سائی کر جس نصیب رب العزت عرش سائی کر جس نصیب رب العزت پنس محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن شفاعت کر جس نصیب رب العزت حوض کوثر تریش کر جس نصیب رب العزت اعلیٰ علیینس اندر دجس جگہ رب العزت امہ علاوہ تہند خاندان مز ایٹہ تہ ارواہ ونس تان درامت تم سال محمد رمضان کھانڈے صبس تہ کر مغفرت جنت الفردوس کر جس نصیب اعلیٰ سے اعلیٰ درج کر جس نصیب رب العزت یم سات استوا تو قبرن اندر
ہستے کر جی مغفرت یا اللہ سان خاطر تے کر جی قابل آسا یا اللہ اخرت جی منزل کر جی سہل تے آسا تمام منازل کر جی سان خاطر تے آسا رب کائنات خصوصا روح نو گزشت کر جی مغفرت یا اللہ رب العزت بے وقت میں جس سان طرف ثواب سورۃ الفاتحہ Allah is the one who 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 is the بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة قل هو الله تبارك الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان بعظمة ثواب التكبيرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله Thank you.